الا قال لك شي واحد نظم وقتك وعمرو بالقرايه والخدمه وجد من دابا، راه ما قال لكش موت ولا تعقد، حيت شحال من واحد كيسحب له الانضباط وعدم تضييع الوقت في الاشياء التافهه، وتبقى تخدم وتقرا بزاف كتعقد بنادم وما كتبقاش نورمال، وكتولي منعزل ومدعو مع حد ومقابل غير قرايتك. تنظيم وقتك راه فيه الواجبات الدراسيه وفيه حتى الترفيه على النفس، غير هو الاختلاف فين كاين في النسبه اللي كتعطي لكل وحده من هاد الجوج. ولا جيتي دابا وجلستي وحسبتي مزيان بالسوايع، غادي تلقى راسك ما كتوصلش لحتى 50% من وقتك في القرايه. غير حسب مع راسك وقول لي انا، مع العلم انت المهنه ديالك تلميذ او طالب، وملي كتسمع تلميذ او طالب يعني كيقرا، والقرايه ديال 50% راه ما واكلاش، خاصك توصل على الاقل 80% من وقتك في القرايه والكتوبه والمهام الدراسيه، و 20% رفه بيه على راسك. وهاد 80% غادي نقسمها ونعطي منها 50% المواد الصعبه و 30% المواد السهله. ويستحسن انك تبدا بالمواد الصعبه الا كنتي بادي بكري، يعني مازال لك الوقت، باش ما تبقاش تحس بها فحال شي جبل كبير ما تخلع ما والو. راه الحاجه الا شفتيها اول مره غادي تبان لك صعيبه وتقدر ما تفهمهاش مزيان، وخاصه اذا كان الاستاذ ما كيشرحش، ولكن نعاود نشوفها مره ثانيه وثالثه، ولا كان ممكن كاع مع اساتذه مختلفين في يوتيوب مثلا، وغادا تما غادا وكتسهل، وتجي واحد الوقيته وتولي تقول اودي هذه هي الماده اللي كانت خالعاني، فحال ليكزامبل ديال الباك قبل ما تدوزو كان تيبان لك صعيب وفحال شي جبل ناري. راه غير حنا ما كنعطيوش الحاجه وقتها، ودغيا كنملو كنوضو واستعجاليين. اجلس صاحبي جلس، خذ وقتك وبدا بكري، شنو الفرق بينك وبين الاخرين اللي فهموها؟ هما عطاوها وقتها وانت باغي تجيبها في هجمه سريعه مرتده، ما كتصدقش ديما. بني الهدف على الصح واعطيه وقته. اذا هذيك 80% من الوقت اللي غادي نخصصو للقرايه ناخذ منها 50% نخصصها للمواد الصعبه و 30% المواد السهله، حيت اصلا دغيا غادي تفهمهم وتحيدهم عليك. وبقى تخدم بزاف في نصف اليوم الاول، عندك من 6 الصباح حتى ل 11، هذيك 5 السوايع هذيك راها كنز ذهب ما تضيعهاش. وعندك الليل من 7 ل 11 هذيك 4 السوايع حتى هي مزيانه، يعني في التوتال 9 السوايع. هادو حافظ عليهم ديما، ما يحيدهم ليك حتى واحد. وفي وسط النهار ارتاح لك شويه حيت تكون الدماغ عيان، وسرق معك شي سويعات خدم فيهم المواد السهله، اما الصباح والليل ديال المواد الصعبه. وهكا غادي تخلق توازن ما بين المواد الصعاب والمواد الساهلين، وحتى في نفسيتك غادي ترتاح، ما غاديش تبقى ديما تفكر هذيك الماده صعيبه كيفاش غادي ندير حتى نفهمها، وراسك مبرزط ديما وما كتليبيريش، والتركيز ديالك ما غاديش يكون معاك ديما، وتقدر تكون انت خدام واحد لا ماتيير والدماغ ديالك راه ماشي هنا تفكر في هذيك لا ماتيير الاخرى شنو غادي ندير فيها، حيت في هذاك الشيء معقد ومخبل. اما دابا خويا نظم وقتي وما يبقاش عندي ما بين هذا صعيب وهذا سهل. الله المعين.